ازيكم عاملين ايه؟ معانا النهاردة الرفرف بتاع البورش ان احنا هنعمله النهاردة علشان هو شوية فيه كيرف. فالفيديو ده هيوريلكم الطريقة اللي انتوا تاخدوا بيها الكيرفات عامة وازاي انكم تركبوها بطريقة كويسة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده احنا رشينا مية وبيبي جونسون، وبعد كده هناخد الاطراف منها بمية وكحول زي ما انتوا شايفين كده علشان نقدر نثبت البي بي اف طالما مش معانا حد. وبعد كده بناخد للطرف التاني كمان، لازم نشد برضو بطريقة معينة علشان يكون ستريت وفي نفس الوقت ما يعملش معانا لاينات علشان في الاخر نقدر ان احنا نركب البي بي اف بطريقة مظبوطة. زي ما انتوا شايفين كده دي الطريقة اللي احنا لازم ناخد بيها البي بي اف بالطريقة الصحيحة، وفي نفس الوقت كمان علشان ما يعملش معانا لاين بعد ما نركب. اللي احنا بنحطه عشان نثبت بيه هو مية وكحول، والافضل ان انت تحط المية والكحول لان نسبة موجودة في الفيديوهات على اليوتيوب، تقدروا تتابعوني على اليوتيوب علشان تشوفوا كل الفيديوهات، وان شاء الله هتعلم شوية شوية علشان اقدر احط لكم الفيديوهات لما اجي اتكلم عنها احطها لكم عشان تضغطوا عليها تتعلموا ازاي تعملوا الميكس المية وازاي تعملوا الميكس الجيل مع البيبي جونسون والمية والكحول. زي ما انتم شايفين كده ثبتنا البي بي اف بالطريقة ديت علشان نقدر ان احنا ناخد الكيرف بالطريقة المظبوطة علشان يكون مطبع. لو تلاحظوا كف ايدي هو اللي بيشد مش صبعي او صبعين، زي ما انتم شايفين كده كف ايدي هو اللي بيثبت، وهنا بنشد الاطرف علشان نقدر ان احنا نحط السكوجي بالطريقه ديت. ويا ريت كمان تكتبوا لي في التعليق الافضل الفيديوهات اللي هي بالعرض ولا الفيديوهات اللي هي بالطول علشان شاشه التليفون تقدروا تشوفوا منها. ما تنسوش برضو تكتبوا لي في التعليق ايه الفيديوهات الافضل اللي انتوا تحتاجوها، الفيديوهات اللي هي فيها الجزء بالجزء ولا السيارة كاملة. زي ما انت شايفين كده دلوقتي حطينا مية وكحول عشان نثبت، وكمان بناخد الكيرف بالطريقة اللي هي ما فيهاش شد قوي بس شد على التطبيع مع الرفرف. زي ما انت شايفين كده دلوقتي بنصفي المية بعد ما ثبتنا، لازم تثبت الأول بعدين تصفي المية بالطريقة ديت لان السياره لونها اسود. لو انت صفيت الميه قبل ما تثبت البي بي اف من الاطرف وشديتها صح مش هتعمل لاين، لكن لو انت دخلت عليها جامد وكبست الميه وبعدين فرختها وبعدين رجعت تشد تاني هيعمل لاين معاك، وفي الاسف البي بي اف هيعمل معاك لاينات ومش هتقدر تركبه. البي بي اف اللي معانا النهارده هو من هيكسس، اسمه هيكسس اكس. ده البي بي اف الجديد اللي من شركة هيكسس. طبعا هو بيمتاز ان هو بيتشد وبيتمطب بسهولة جدا، زائد كمان السمك هو هو نفس التاني بس القديم شوية فيه مشاكل، طبعا الاصفرار اللي انتوا كنتوا عارفينه اكيد في دول الخليج، وكمان اللمعة بتاعته ده افضل من القديم. دلوقتي بنصفيه زي ما انتوا شايفين كده، لازم نرجع بعد ما نصفي الرفرف نرجع عليه تاني بالسكوجي علشان نقدر ان احنا نصفي المية بطريقة مظبوطة عشان ما يعملش معانا بابلز وفي الاخر نقعد نمسك الكتر ونفرغ الحاجات دي بتعمل شكل وحش عامة. واللي كانوا بيسألونا على السكوجي والحاجات ديت ممكن تتابعونا على الانستجرام وتكتبوا لي في تعليق علشان اقدر ارد عليكم، وانا اسف لان في رسائل كتير جدا بتجيلي فبرد على القد لاني احيانا ببقى في الشغل واحيانا بكون يعني اكيد طبعا الواحد بيكون في اجازة وكده بيبقى عايز يستريح شوية من الشغل. زي ما انت شايفين كده خدنا الكيرف التاني اللي هو في الجنب، اهم حاجة طبعا الكيرف اللي هو فوق، وطبعا زي ما انت شايفين كده اهم حاجة طبعا ان احنا ناخد الكيرفات دي بالطريقة الصحيحة، وفي نفس الوقت ما نخليش البي بي اف ينشف على المية علشان ما يعملش كيرف، سوري ما يعملش لاين. دلوقتي هنيجي يعني وقت التقطيع، لازم زي ما قلت لكم قبل كده ان انت لما تيجي تقطع ان انت تاخد بالسمك وليس انك تقطع تقطيع، لا بالعكس انت بس حط الكتر علمه على البي بي اف وهو بيقطع لان البي بي اف اوريدي اصلي. وبالنسبه اللي عايز منتجات البي بي اف تقدروا برضو تكلموني على الانستجرام، بقدر اوفر لكم باسعار كويسه جدا لان في ناس بدات تكلمني على عايزين بيبيعوا بي بي اف وانا جربت البي بي اف بتاعهم كويس جدا. الاسعار طبعا في طبعا لمصر اكيد في ناس بتبقى عايزه اسعار قليله وفي نفس الوقت ماتيريال كويسه يقدروا يشتغلوا منها،
انا اقدر اوفر لكم الحاجات ديت، تابعونا على الانستجرام وقولوا اللي انتوا عايزينه، بس الافضل برضو انكم انتوا تقولوا لي الطلبيه، عشان لما تكون كتيره بتكون السعر طبعا كجمله افضل ليكم انتوا. زي ما انتوا شايفين كده قصينا، وبعد كده بنشيك عليها. ما تنسونيش من دعائكم، وتنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو وتتابعوني على اليوتيوب، علشان هقدم الفيديوهات كلها ان شاء الله، واشوفكم على خير ان شاء الله. كان معاكم اخوكم محمد ابو مسلم، سلام عليكم.